السلام عليكم شباب، شلونكم؟ وياكم أمير المطبعي من قناة شركة المتجر الإلكتروني. في هذا الفيديو سنقوم بعملية فتح للصناديق اللي وصلتنا من أمازون. هذه الصناديق تحتوي على بضاعة أمريكية أصلية، وقد قمنا بنقلها وشرائها من أمريكا إلى العراق حسب طلب زبائننا الأعزاء. هسه نبدأ نفتح الصندوق الأول ونشوف شنو محتوياته. هذا ستاند مال كاميرا، لكن هذا فتشي كلش رخيص ويعني الجودة مالته مو كلش. ردت أجربه وأحط عليه الإضاءة مال تصوير مال فيديو، فكان ناجح. طبعا طوله 50 إنش. مايكروفون هذا حاليا اللي جاي أسجل بيه الصوت، وجبنا منه يمكن كمية أعتقد 5 أو 6 للبيع المباشر إذا تردون، وسعره مناسب يعني مو كلش غالي. هاي مثل ما جاي تشوفوها هيدفون مال العاب جيمنج، بيها اضاءة وما ادري شنو هالسوالف. المهم هاي جبنا منها 2 همات للبيع المباشر اذا تردون منها، سعرها هم مو كلش غالي. اعتقد اللي جبت اللون ازرق وبرتقالي. المهم هاي مانجا مثل ما جاي تشوفوها، ما اعرفها مال يا انمي. الصندوق اللي اغلبكم يعرفوه اللوت كريت اللي دائما اسوي عليه فيديو. طبعا بالفترة الاخيرة ما جاي اسوي عليه فيديوهات لان ما لحق، مشغول هواية. انا اعتقد هذا تراك سود، ما يعني ما مبين شنو. ساعة طبعا هاي للطلب المباشر، هاي ماركة بولو، اكيد هواية منكم يعرفوها، ماركة اصلية من امريكا. هاي الساعة متوفرة للطلب المباشر. هاي همات ان هذن الساعات كلهن هيج متوفرات للطلب المباشر. طبعا احب اكرر انه هذني اصليات وماركة بولو. هاي ايضا اي واحد يحب يطلب يراسل صفحتنا على الفيسبوك، سواء للاستفسار عن الاسعار او للشراء. هاي همات ايضا للطلب المباشر. هاي الساعة هواي طلبوا من عندها، همات متوفرة للبيع المباشر. طبعا همات ماركة وساعة كلش حلوة راقية. هنا عندنا مايكروفون من شركة رود، طبعا هذا مايكروفون احترافي وسعره شوية غالي، نقدر نقول عليه تقريبا $200، $220 هيج شي ما اذكر. هنا تجي هذين الاكسسوارات المجانية، ووزنه يعني ثقيل نوعا ما، لكن اكيد لان احترافي. ف المهم شركة معروفة هاي شركة رود. بقية الميكروفونات اللي شرحت لكم عليها هاي للبيع المباشر. أقراص بلاي 4 طبعا اي واحد يقدر يلعب، اي واحد يريد اقراص بلاي ستيشن او اكس بوكس يعني باسعار كلش زين. يعني هذا الفار كراي $20. كتب هذني طبعا هم ما تقدر نجيب كتب مجلات اي شي تحبوا. خلينا نشوف هذا شنو. هاي قلادة، بس هاي شنو ما اعرف يعني مال الانمي يعني البنات، ما اعرف شنو هاي بالضبط. انا قلت لكم الهيدسيت الثاني انا جايب 2 للبيع المباشر اذا تحبون تطلبوها، حتى صوتها كلش حلو. هذا بالله هذا مجسم، هذا مجسم على رسم الانمي، يعني تقدر تحرك ايديه رجليه هيك يعني شلون يعطي وضعيات معينة والرسامين يرسمون. إذا تنت ترسم أو تحب الرسم هذا كل شيء يفيدك. هذا شنو؟ هاي حذاء حسب ما مبين يعني من العلبة،
بس خلينا نشوف شنو هي، شلون شكلها يصير. اوه رهيبة، هاي حذاء مال كرة السلة، لاعبين كرة السلة اخذوها من عندي، يعني لاعبين مال نادي يلعبون بالنادي، نادي عراقي طبعا. يعني سعرها يتراوح بين 140-150 دولار هيك شي. هاي وصلت طبعا، وصلت البين بازل اللي هواي طلبوها، فتقريبا اعتقد جبت 10 او 15 وحدة. اذا تردون موجودات للطلب المباشر. طبعا اطلبوا هسه قبل ما تخلص، لان الكمية مثل ما جاي اشوفها محدودة. نانا شنو هذا؟ هذا عندنا موبايل، موبايل، ها موبايل مال امازون هذا. طبعا اللي ما يدري انه امازون اصدرت موبايل اللي اسمه فاير، بمميزات، بعض المميزات ما موجودة بغير موبايلات ابد، يعني باي موبايل ما تلقاها الا بهذا الجهاز، ومميزاته حلوة. تقدر تشوف عنه فيديوهات باليوتيوب تعرف شنو مميزاته. هنا هذا اكسسوارات نسائية. مانجا مع ناروتو اعتقد هذا اخر اصداره، هو 72 اعتقد، يعني ما اعرف. المهم همات متوفر لطلب المباشر اذا تردو، رابط صفحتنا جوا بالوصف اذا تردون تطلبون اي شيء. هنا انا هاي ما اعرف، يعني الولد اللي مشتري لا حد يقول لي يا لا تتهمون باي شيء، مو انه مجرد نشتري للناس احنا. هذا بادي مال انمي، همات مال هذا ون بيس، اكو هواية من عشاق هذا الانمي، اي شي تردون يخص هذا الانمي او انمي الثاني نقدر هم نجيبها. هاي اعتقد مساحة وقلم، اعتقد مال رسم مال انمي، يعني اكو رسام مال انمي راد هيجي اشياء. هنا بقية البين بزر اللي قلت لكم عليها، اللي هي الحلاوة المعفنة. اذا ما تعرف شنو الحلاوة المعفنة اسألني بالتعليقات وانا اقول لك شنو. هنا همات بقية اكسسوارات وهالامور. هاي مانجا، اي نوع من المانجا تردون موجودة بامازون نجيب لكم اياها، وبسعر زين يعني مو سعر غالي. هنا أنا هاي بقية مال بين بازلت اللي حكينا عنها قبل شوية. هاي ساعة ذكية هم اجتي، طبعا سعرها مناسب قليل، وتربط ويا الموبايل اندرويد او الاي او اس بالبلوتوث. شوف عنها فيديوهات قبل ما تطلبها. هذا اعتقد اي هذا كتاب، ها هذا كتاب عن التسويق مال كوتلر، اللي هو يعني مشهور كلش بهذا العلم، علم التسويق. المهم اي نوع من الكتاب تردون جيب لكم اياه عادي، ماكو اشكال، سواء مال بحث او مناقشة او حتى لزيادة معلوماتك هم نجيب لك هيج كتب. هنا أنا هاي التكملة ويا هذاك الميكروفون اللي جبناه قلت لكم الاحترافي، اللي هو عن من شركة رود. هذا ستاند مالته، بس والله مبين ثقيل، شنو من ستاند هذا. هنا أنا يشرح بي بالعلبة شنو مميزات هذا الستاند. هنا ايش عندنا؟ ها هذا شعر مستعار، اذا تردون هم نجيب لكم يا عادي، مو لكم للبنات يعني. كفر مال تابلت، طبعا طونيا مجانا، هم الشركة باع من امازون طونيا مجانا. هاي اعتقد في الشي يعني آلة العناية بالبشرة او ما اعرف يعني، المهم هي شغلات عناية البشرة. هذا سوار مثل ما جاي تشوفون. ملابس، طبعا هاي الملابس جودتها ممتازة، حتى شكلها راقي. ها هذني هم ما جبناهن للبيع المباشر، ها
هذا النيك مايك اللي هو يتشكل على القميص، شوفه هذا هيك صغير يشكل على القميص وتربطه بالجهاز مال التسجيل. نانا شنو عدنا؟ شنو هاي العلبة الكبيرة؟ ها هاي الحذاء. المهم هاي الحذاء مثل ما جاي تشوفوها، والله شكلها راقي، بس ايش دعوة هالعلبة على مودها. المهم اذا تردونها ما تقدرون نجيب لكم هيج اشياء. هذا شنو بالله؟ ها هاي الجنطة مال اتاك اون تايتن، والله رهيبة كلش حلوة. طبعا احب اكرر انه اي شيء متعلق بالانمي نقدر نجيب لكم اياه، سوي لايك، يعني سوي لايك على مود هاي الجنطة لايك للفيديو اقصد. هنا عندنا هاي الساعة الثانية، نفس الساعة اعتقد اللي جبنا اي نفسها، لكن متوفر همات البيع المباشر. اذا تردوها راسلونا على الفيسبوك او على الايميل او على الموبايل اللي يعجبكم. هذا عندنا ماوس همات للبيع المباشر، اعتقد اسمه نيبلوس، طبعا ماوس راقي وبي اضاءة واصلي مثل ما جاي تشوفون العلبة مالته، وسعره مو كلش غالي. اللي يريد يطلبه خير راسلنا على الفيسبوك او يريد يعرف سعره. على العموم احنا راح ننشره بالموقع. هنا ها بقية الجنط، هنا انا همات جنطتين همات راقيات كلش حلوات، مال ناروتو ومال اتاك اون تايتن، واحدة منهن للبيع المباشر ما اعتقد اذكر يا هي بالضبط، بس راح ننشرها بموقعنا الرئيسي اللي هو المتجر الالكتروني، موقعنا على الانترنت مو الفيسبوك، راح نعرضها هناك بالمواد المتوفرة. هنا انا ها هاي همات جنط، لكن هاي بنية طلبت جملة. طبعا احب اذكركم انه لو تريدون تطلبون جملة او مفرد عادي ماكو مشكلة، واكيد اذا تطلبون جملة او مواد هواية سعر النقل راح يصير اقل من ما تاخذ مفرد. هنا هذا بوستر شنو؟ ها هذا بوستر مال انمي، بس ما اعرف الصراحة مال شنو، يا ريت تقولون لنا شنو هذا الانمي بالتعليقات. هنا بقية الميكروفون اللي قلت لكم جايبيها للطلب المباشر، اكو بعد يمكن ثلاثة او اثنين بس نشوفهم، لو احتمال بغير صندوق. هنا انا مصفية مع صوت، هذني وياهين اي مو اقول. المهم هذني متوفرات للطلب المباشر، اللي يحب يطلبهن خلي راسنا. طبعا هذين الميكروفونات يفيد ان اصحاب قنوات اليوتيوب اكثر. هنا هاي مانجا مات، هنا كتب، كتب حلوة يعني تعلمك عن التسويق عن البزنس عن هالسوالف. اذا تردوها نقدر نجيب لكم هيك اشياء. هذا مانجا مال طوكيو غول، يعني مكتوب بالغلاف مو عبالكم متابعة. هنا الاكس اي ام 4، هذا الجهاز يخليك تربط البلاي ستيشن 4 او الاكس بوكس 1 تربطهم بماوس وكيبورد. هذا شنو هذا؟ ها هذا يويو، يويو اكيد هواي منكم يعرفوه، لا تقولوا لي من عرفه ما اعرف شلون اوصف. المهم تعرفوه. هنا هاي الساعة همات متوفر للطلب المباشر، طبعا هاي ماركة اللي مثل ما مبين بالخلف تشوفوها سويسرية، اما شكلها راقي وسعرها زين يعني مو كلش غالي لكنه مناسب. فقرات صغيرة همات مال انمي، هو مكتوب مال فيري تايل، اي مال فيري تايل محفظة، بس همات مال فيري تايل حسب ما مكتوب. هذا شنو؟ ها هذني همات ملابس طلبوهن زبائننا الاعزاء،
اي شيء تقدرون تجيبون، ملابس، ستار، بنطلونات، اكسسوارات، اي شيء. نانا شنو؟ ها هاي سوار، ها هم مال فيري تيل، اي هذا نعتقد نفس الشخص يعني، كلهن هذني مال فيري تيل. هنا مهمات مال رسم، مال مانجا ومال انمي. اي رسام او رسامة يحبون يجيبون اي متطلبات مال انمي والمانجا ساعدهم بالرسم، احنا نقدر نوفر لهم اياه. وهذا خلاص اول صندوق، تابعونا بالفيديو الثاني. وبالنهاية مو تنسى تسوي لايك للفيديو، واهم شي تشترك بالقناة مالتنا، لان دائما راح ننزل عليها اشياء حلوة وحصرية.